إذن مشاهدينا الكرام، استوديو الجزائر مستمر معكم على الهواء مباشرة. طبعا الحديث حول الكورونا وإجراءات المواجهة، خصوصا بعد أن تم مناقشة هذا الموضوع واتخاذ جملة من القرارات في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. طبعا سنتحدث ونتحدث بحول الله حول هذه الإجراءات وحول نجاعتها، وأيضا حول التأثيرات الاقتصادية للكورونا، خصوصا مع الاستمرار لحد الآن لا توجد هناك تقارير أو استشرافات متى ستكون نهاية هذه الموجة من فيروس كورونا. طبعا أعيد الترحيب بضيوف الكرام، الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أهلا بك سيدي. الأستاذ محفوظ كاوبي الخبير الاقتصادي، وطبعا الدكتور فتحي بن أشن هو الطبيب المختص في الصحة العمومية، أهلا بك دكتور. سي كاوبي قاطعتك. باش نقول لك سيالي انت، الناس ما تعرفش، ولكن في لو سي دي او الناس اخرى راهم بحثوا وقاموا باستشرافات دي سينار سي فوالا، منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه في العالم هذه. دونك الناس من داروا استشرافات تاعهم من شهر 12 للسنه الماضيه، اليوم رانا في شهر 3، هذه اربع شهور احنا تبنا ما كاين والو، بصح الناس ils se sont préparés وجدوا روحهم للتداعيات. وما يقول لك باللي التداعيات اقتصاديه عندها الثقل تاعها بما فيه، ما كورونا الان شحال فيه من اصابات؟ 4000 اصابه تقريبا في العالم، فاش 3000 بشويه. لا لا في العالم، في العالم رانا في 105000. لا الاصابات ام الوفيات؟ الموتى 3000 وشويه الى 4000. اذا الاغلبيه في الصين، اغلبيتهم في الصين، اغلبيه الساحقه في الصين. شوف لو نومبر قليل من ناخذوا عدد السكان في العالم. نقول لك الان منظمه اوبي بلس انفجرت بكورونا. روح الاسواق الماليه في العالم، شوف كيفاش كاين ازمه سندات وازمه تاع لي زاكسيون نتيجه كورونا. شوف النمو العالمي متنبئ ليه في احسن الحالات ينقص بواحد في المئة، هو كان ضعيف سي بن شنو، انا موافقك باللي كان في 2.4 بصح سيدي مليح وزاد هو شركات الطيران فقط حسب التقارير منذ بدايه السنه شحال خسرت؟ شوف 200 مليار اورو. شوف نعطيك 200 مليار شركه الطيران فقط، كاين شركات غلقت. عدد سواح، سواح اللي كانوا يجوا لاوروبا فقط، سواح اللي كانوا يجوا بالاخص الصينيين، الصينيين فقط. نعطيك شهريا فرنسا وحدها عندها اون بيرت تاع 1 مليار دو دولار شهر واحد غير من عند السواح اللي كانوا يجيو من الصين الشعبيه. باش تشوف باللي الان العالم ولا قريه صغيره، ومشكل صغير يمس اقتصاد كبير. يعطس الصيني يمرضوا كل العالم. شوف احنا اقتصاديا وصحيا هاو الخلل الدوالي. شوف واش كانوا يقولوا الناس زمان كنا نقراو اقتصاد، يقول لك كونت ليكونومي امريكان ايترنو، من تعطس الاقتصاد الامريكي كل الاقتصاديات يصاب بالزكام. الان كورونا راهي تقول لك لما الاقتصاد الصيني يصاب بالكورونا كل الاقتصاد العالمي يصاب بالشلل والحمى. والان باش نشوفوا باللي الاعتباطيه، عدم الاستشراف، لو فات داتر باسيف سواء في مجال الصحي ولا في مجال اقتصادي ولا في مجال اداري. شوف لا ديناميك الاستشراف، نعطيك مثل، عندنا وزاره الاستشراف الان هي موجوده، جامري بيان سافوار في غير في المجال الاقتصادي واش هيئنا باش نديروا رده فعل. انت كنت تكلمت عليها في التقديم، الان بنينا الواد فينونس على 50 دولار، يا هل ترى رانا دايرين حسابنا الوغ كو ممكن جدا بلي نكونوا في ان بري دو باريل ب 20 ولا 25 دولار. اسكو عندنا الاليات باش بسرعه، عندنا السيناريو واحد واثنين وثلاثه واربعه، لان تسيير مره اخرى يقول لك كونت اون جير اون بريفوا لو بيغ اي اون اسبير لو ميير. ايوا ندير حساب يعني للاسوء ونتمنى الاحسن. نتمنى الاحسن. اذا كنا في هذا الاطار تكون عندنا امكانيات اكثر باش نتاقلموا. اما اذا كنا نايمين ونقعدوا نستناو المرحله الاخيره كما قال لك صليت لك ركعتيني الاخره، هذاك النهار اللي تجي تكون عندك مشاكل كبيره. وهذا هو الفرق ما بين الدول الضعيفه والقويه. ونعطيك حاجه في السياق الاخر، الفيروس معروف ماشي غير كورونا، كاع الفيروسات يحطموا جهاز المناعه تاع الشخص. انا نظن بان جهاز المناعه تاع وطن هو الاقتصاد. إذا يكون جهاز المناعة تاعك ضعيف وماكش ماشي اليومية التي به تقوي به، راح تتحطم.
سي بن أجل دخل الطب في الصحة والصحة في الاختصاص في الصحة سي مرابط الآن التجهيزات وهذا الأمور الطبية المتعلقة بالكورونا إلى أي مدى إحنا رانا عندنا هذه الأمور راح قادرين نوفروهم أسعارها ونوعيتها ووفرتها. أولا نشوف إحنا في الوضعية اللي رانا فيها اليوم الحمد لله الوضعية اللي رانا فيها اليوم رانا متحكم فيها بالوسائل المتوفرة. المشكل وين راه الشيء اللي انا علاش انا نتكلموا هكذا يعني. الوضعية الا كان ساءت وكان في وتفاقمت بعيد شهر وتفاقمت ممكن راح نكونوا في 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 يعني في خطر ما راح نكونوا في وضعية معقدة اكثر ونحتاج الى امكانيات اكبر. واليوم الامكانيات ماهيش ملكنا برك احنا وحدنا، كل دول العالم رانا نتكلم على 98 دولة معنية اليوم، 98 دولة معنية رانا نتكلم على انتشار بسرعة نتاع الفيروس هذا في كثير من الدول عندنا علاقات مباشرة معها، نتكلم على فرنسا، نتكلم على إيطاليا، إسبانيا، يعني الضفة الأخرى نتاع البحر الأبيض، نتكلم على الصين كذلك اللي عندنا معها علاقة تجارية كبيرة، عندنا جالية صينية هنا، عندنا جالية جزائرية كذلك موجودة في الصين، وكذلك نتكلم على أنه اليوم السوق العالمي هذايا متأزم. لما نديروا حنايا دي كوموند باش نشريو، لأن مع الأسف ما نصنعش هذا المواد الكل، سواء إلى الكمامات لي سوليتي هذو هيدروالكوليك واسمهم لي كيت دو بريليفمون، يعني باش يعرف المواطن الشيء اللي باش نديروا تحليل عندي ولا عند شخص يعني نشكوا بلي مصاب عنده زكام عنده انغريب لازم نديروا له تحاليل، كان كيت سبيسيال نديروا به التحاليل هذيك. لكن سؤال هنا دكتور، علاش حنا ما اتخذناش هذه الخطوات رغم انه هذا الشيء اللي حبيت نوصل، هذا الفيروسات ما زالت وكاينه وراح تكون. هذا الشيء اللي حبيت نوصل قلته من قبل، يعني كي كان الفاصل كنا نتكلموا قلت لك باللي في 2009 و2010 نذكر المواطن الكريم كنا عشنا والمسؤولين كذلك نذكرهم كنا عشنا ازمه دوليه عالميه نتاع لا غريب افيير لا غريب بورسين وكان طيور الخنازير نفسها كانت هذه هي اعراض نتاع لا غريب وتتنقل عن طريق نفس طريقه التنقل وهذا خدمه الطاميفلو الانتاج تاع الطاميفلو العلاج كان هنا في الجزائر من طرف صيدل. مع الاسف اليوم الشيء اللي رانا فيه لحد الان ما كانش علاج، ما كانش دواء يعني مؤكد انه يعني ياثر في الفيروس وما كانش فاكسا. دونك هذاك الوقت كان فيه حاله من الهلع دوليه وكان فيه مخططات على مستوى المنظمه العالميه للصحه ومخططات على مستوى الدول، والتزمنا احنا كذلك نتكلم على بلادنا انه نضع المخطط اللي الوالم. وين راح المخطط نتاعنا من هذاك الوقت؟ هذاك الوقت ثاني كنا نتكلموا على انه لانسيتي باستير وحده في العاصمه ما يكفيش، لازم يكون عنده ديزانكس في كل الجهات ولا في كل الولايات فروع. وتكلمنا على انه لازم يكون في عندنا حصانه يعني مناعه على مستوى السياسه الوقائيه الصحيه ونركزوا على هذا الجانب، ولكن وش فعلنا من هذاك الوقت؟ 10 سنوات من بعد مع الاسف نتكلم على وضعيه صحيه اخرى بالك اكثر تعقيدا، ولحد الان حنايا يعني مكتوفي الايدي ننتظر التوصيات. ربما دكتور فتحي بن أشنو وزير الصحة اليوم راح لزيارة لمستشفى أبو فاريك وطلع على الحجر الصحي ويبدو أنه ما عجبوش الوضعية هناك، وبالتالي طلب نقل يعني هذه الحالات التي تخضع للحجر الصحي، طبعا الحالات المؤكدة وأحيانا في حتى حالات مشتبه بها، إلى مكان آخر أحسن الحمد لله، وطالب أيضا بتوفير الحجر الصحي في مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن. عندنا احنا الميكانيزمات الكبيرة الكافية والوافية في هذه المؤسسات الاستشفائية دكتور حتى نوفروا حجر صحي يوفر لنا الوقاية ويوفر أيضا لهؤلاء يعني المصابين اللي ابتلاهم ربي بهذا المرض احترام شرف أكيد وكرامتهم، وهذا مفيد جدا. نعم شوف هذا تاع التنقل الان اللي معمول به في الدول المتقدمه هي في نفس المستشفى نفتحوا على حسب الاحتياجات مصالح في المستشفى بالذات، يعني ديلي نفتحوا لما يجي كاش مرض يقوى ولا كاش حاجه نحلوا ديلي في نفس المستشفى. ما يعني لكن احيانا ربما نعرفوا مستشفياتنا احيانا والله غير الحالات الاستعجاليه البسيطه
تبهم حيرين فيها هنايا هنا. انا باه تحب نقول لك راني فرحان كي جا هذا الكوليرا عنده عامين، وراني فرحان كي جا هذا الخطراء تاع الاخر. نتكلم كطبيب كل خطرة نقول الحمد لله انا الاوان وين لازمنا النظام الصحي تاعنا يتلائم مع هذا المصايب اللي راح يقيسوا كل الدول. حنا ثانيك لازمنا نهيئوا، يقولوا بان كاين لو بلان اورساك، يسميوه اورساك. لازم النظام الصحي، النظام الصحي في العالم كله راهو من اعلى خطوره، لازمنا نهيئوا. خاطي تنجم امه تتحطم بالميكروبات بالفيروسات. ما ننساوش باللي كاين حرب بكتيريولوجي، خلاص هذاك السلاح وكلش. نجيب كاس فيه الميكروبات اللي ننجم ندعمهم في مخبر ونرمي لك في الاخر بكتيريولوجي. لا، لازم نحن الان نتخلصوا ونبعدوا من هذه الفكره تاع فاتورة الأدوية، ولينا نهضروا على الدواء كالآخر. لا، الآن ونظن باللي زميلي مرابط لازمنا نعودوا نرجعوا للنظام الصحي الجزائري اللي فعلا لؤلؤة. ولكن النظام الصحي الجزائري لازم نعرفوه، وما لازم ما لخصوش المستشفى تاع مصطفى باشا. عندنا هياكل، عندنا المعهد الوطني للصحة العمومية، عندنا المصالح. هذه ماشي نخلقوهم ونخسروا، راهي الدولة تعطي درهم. المصالح تاع الوباء والطب الوقائي اللي يسمى السيماب، عندنا المكاتب تاع البلدية تاع النظافة لهذوكما. شفتوا في الصين خرجوا الناس والجون، احنا عندنا هذه كانت موجدة. هذه المكاتب لازمنا ندعموهم والنظافة. وما ننساوش راهو جاي الصيف، وراهو جاي رمضان، وراهم جاينا ما نعبالك طول الحالة. ركتوا بأن لازمنا ننظموا روحنا ونتخلصوا من بعض. كيف واحد يهرب لي من السبيطار؟ طبعا هذا السؤال المطروح اليوم. قال لك السيد مسكين مهم ومريض نفسيا، قانونيين راك انت مسؤول عليه، انت اللي كتدخلوا المستشفى. كاين نظام وتنظيم. دكتور مرابط، الا كان سمح الزميل، بالنسبه للحجر الصحي، الحجر الصحي كي نكونوا هكذا في حالات يعني معدوده، عشرات الحالات ومنها، ممكن جدا يعني ننظموه ولكن الحجر الصحي اللي ماذا بينا ما نوصلوش ليه هو انه نفتح في كل المستشفيات عبر القطر الوطني ماني نخصص السرة ولا مكان للحجر الصحي. واش حاب يقول؟ حاب يقول فشلنا في انه نحتوي العدوى وانتقلت وتفشت داخل المجتمع. هذه كارثة. ماناش حابين نوصلوا لهذا المستوى، رانا حابين نديروا كل شيء باش يبقى محصور في مكان معين حتى نقضي على الحالات. هذا هو الاشكال. لكن كان رانا نفكروا باللي لازم في كل مستشفى عبر التراب الوطني نفتحوا مصالح، بيقول رانا شاكين في قدرتنا على احتواء العدوى. الحجر الصحي اللي راه في الصين ماناش حابين نوصلوا ليه، الحجر الصحي اللي راه في ايطاليا ماناش حابين نوصلوا ليه. في ايطاليا هم قدامنا، علاش نقول ايطاليا ونركز؟ لانه راهي الان اصبحت 15 مليون و16 مليون راه في الحجر الصحي، يعني قرى ومدن بكاملها. ماناش حابين نوصلوا لهذا المستوى. الصين وصلوا الى مستويات اكبر، يعني 50 و60 مليون، يعني محافظات كلها يعني، والناس كي تتكلم بهذا الشكل بهذا العدد. ما بقاش حجر صحي في مستشفى، المستشفى يجي ليه غير المريض، الانسان اللي فريمون تجوز المرحلة اخرى وتعقدت الحاله نتاعو. الحجر الصحي يقول لك بعض الدكتور اذا كان السيد راهو في الحجر الصحي في مستشفى من مستشفياتنا وهرب، فما بالك راح يلتزم مثلا الجميع بالحجر الصحي في منازلهم. ما نركش على الصوره السيئه هذه سلبيه. انا نقول باللي حتى في ايطاليا صارت حادثه كما هذه، يعني المريض هرب وحالات كثيره مش حتى في الصين، وكان محاوله حتى تاع دي سويسيد، يعني تاع محاوله انتحار نتاع الناس، تم الحجر نتاعهم في المجمعات السكنيه. بيقول ممنوع تخرج من دارك الا باذن وبتراخيص. وضعية خاصة احنا ما لحقناهاش، ان شاء الله ما نلحقوها، ماناش فيها. اتونسيون دونك. ولكن الحجر الصحي الى سمح الاخ، الحجر الصحي كذلك لازم يكون باحترام العزة والكرامة والمرافقة النفسية وفي ظروف كذلك مقبولة. نعم سي كوبي اللي خذاها اليوم الوزير، وشفت بعد الصور
اللي نقل هذوك الى مكان اخر احسن. نعم بس به سيكاو بي. نعم متى ستبدا تظهر ربما تبعات والانعكاسات المباشره لهذا الوضع الاقتصادي العالمي بسبب الكورونا؟ الكثير من الناس رانا نسقسي يقول لك مثلا المنتوجات الكهرومنزليه ما زالت اسعارها ما ارتفعتش كثير، منتجات أخرى ما زالت مستقرة. الآن متى يمكن أن تظهر هذه النتائج والانعكاسات التي نتمنى أن لا تحصل في العالم؟ الأمر الزلزال ضرب والنتائج تاعو موجودة، موجودة في الاقتصاد الصيني، موجودة في نسبة النمو اللي راهي تراجع، موجودة في التعاملات التجارية اللي نقصت بنسبة كبيرة، موجودة 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 في لي بلاس فينونسيير، موجودة في الأسواق المالية. تشوف كل مؤشرات نقدية المالية متراجعة، سواء في دبي، سواء في الصين، سواء في كوريا، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية. عذرنا على الجزائر، عذرنا على بلادنا. احنا المشكل، حنايا مشكلتنا وشنيا؟ احنا مرتبطين بصفة 97% بالما داخل البترول. لما نقول لك البترول هذه عنده 10 ايام ولا 15 يوم. انا جيت نحوس على الانعكاسات دكتور استاذ كاوبي، جيت نحوس على الانعكاسات على البورصه الجزائريه، ما لقيتش البورصه. لا بورصه هو شوف طبعا هي سخريه. لا كاين بورصه، كاين بورصه، كاين سوق. احنا ما كاش سوق رسمي فورمال، لكن فيها سوق موجود. شوف لا رياليتي ايكونوميك الي لا الكري موجوده. نحبوا ما نشوفوهاش، ما نشوفوهاش، نحبوا ما ناخذوهاش بعين الاعتبار، ما ناخذوهاش بعين، ولكن في الاخير هي اللي يكون لها لو دغنيمو. الا غيف توجور باغ، لان الاقتصاد كما الصحه كما الامور، الصح هو اللي يدوم وهو اللي ينجح في الاخير. ونتمنى ان الصح تاعنا يكون مبني على الصح، ماشي مبني على الزيف. لان نقول لك حاجه مهمه مهمه كثير، لما تخيل عائده البترول يصبح ب 40 ولا 35 دولار لا قدر الله، نقول لك بان احتياطي الصرف تاعنا راح ينفد في منتصف 2021. 2021 ما عندكش مداخيل، هذاك الوقت تشوف التبعات، تشوف البورصه كيفاش تكون، هذاك الوقت تشوف بلي ان الدينار يمكن انه يولي ما يسواش، هذاك الوقت يمكن لك بان عمليه تسريح كبيره للعمال، عمليه شوف دي سيناريو ابوكاليبتيك اللي ما نتمناش نروحوا لها. لذا نقول لك علاش استباق الامور، الذهاب الى العقلانيه، توجيه اموالنا الى الاستثمار الحقيقي اللي يخلق الثروه، التقليل من الاستهلاك، نكونوا فايقين بخطوره الوضع، لان اصلا وضعنا كان متازم وسيء بطريقه كبيره جدا. احنا مش من بهدف تهويل الامور، ولكن اللي يحبك يقول لك ام بيان شاتي بيان، ولدك مين تحبه تنوضه بكري يخدم، توعيه تقول له اموالك وجهها للاستثمار، ما تبدرش اموالك. احنا للاسف الشديد، للاسف الشديد نقول لك بان موازنتنا العموميه حوالي 50% من مداخل الميزانيه العموميه، اللي تروح باش تخلص الخدامين، اللي تروح باش نخدموا بها الطرقات، اللي تروح باش نواجهوا بها الامور، 50% دخل من الجبال. ربما نحن ايضا في المواسم ربما الاقتصاديه والاستهلاكيه في الجزائر، موسم شهر رمضان المبارك، هل ربما اذا ما استمرت الامور على هذه الوتيره سنشهد تاثرات للاقتصاد الوطني على السوق الوطنيه؟ احنا شوف نطالب باش الناس تعقل، نعطيك اون ايكواسيون تري سامبل، المنطق المعادله سهله. عاوليك الزملاء، لما انسان ياكل خطره في النهار بدل ثلاث مرات، المنطق انه يقلل الاستهلاك ولا يزيد؟ المنطق انه يقلل. لكن احنا في رمضان لما نولوا ناكلوا مره هذاك وين الاستهلاك يزيد. يعطيك الصحه والدعوه لو سامح. هاوليك لو بروبليم اللي عندنا، المنطق تاعنا ان امور كما هذه تخلينا نعاودوا نوليو الى عقلنا. لو سمحت تفضل. يعطيك الصحه وراني موافقك. على قلت لك راني فرحان كي جانا كوليرا وكي جانا. يا دكتور، ان شاء الله يا دكتور العالم مرعوب احنا فرحان. لا لا نتكاكاو. شوف في اطار وشويقون هذه تدخل واحد يجي افطن كما هذا رمضان. رمضان ولات بعدنا على المغزى، المغزى تاع رمضان، وتخممنا شو نخمو الاستهلاك. راح يجي اللحم، راح يجي كذا. انا نقول كطبيب نحب لو كان نقصوا من اللحم. اللحم المنظمه الدوليه للصحه هذه فرصه تقول لك 300 غرام في الاسبوع.
300 غرام في الأسبوع. هل جاي رمضان كان يأكل 10 كيلو في النهار؟ مليح على مانيش صديق، مانيش واحد مهبول ولا أني نقول بأن هذا الأزمة إن شاء الله تفطلنا. أوليك سعليه غير خلي لي هذه باختصار فقط أقبار الفاصل زوج كلمات تكلمنا غير الحليب والأطر تاعو على الصحة تاعيسا اللي راحنا دايرين. شوف بعض المعلومات والبحوث الدولية، معلش روح الفاصل، قضية الحليب راهو خطير للصحة. دكتور منا على ربعة أكبر دولة في العالم حجما وعددا، الصين ما يستهلكوش الحليب، ما يستعملوش التغذية تاعهم. يعني الحليب 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 منا على خمسة واش راح نستهلكوا؟ نستهلكوا الخفاش ونوليو احنا لا لا العقل معلش نروحوا كاين نظام أعطينا هذاك كي جات هذه الأزمة إن شاء الله النظام الصحي الجزائري ينقلب ويولي وقائي تبلغ. هذا هو مساحة الرؤية. هاي يعني أنا يقول رجوز أنا فرحان حستوني وحدة. كيف نتعلم من دروس الكورونا؟ كيف نتعلم؟ فاصل قصير مشاهدينا ثم نواصل. مشاهدينا المحترمين سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الجزائر تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة البلاد. إذن التطورات حول فيروس الكورونا متواصلة في الجزائر. إذن تم اليوم عقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طبعا حسب البيان الذي نشر قبل قليل، حيث أمر رئيس الجمهورية باقتناء أو الاقتناء الفوري لأجهزة الكشف عن فيروس كورونا ومختلف وسائل الوقاية، مع تشديد إجراءات الرقابة في المطارات والمنافذ الحدودية طبعا حتى تحصل وقاية حقيقية من فيروس كورونا، خصوصا أن الكثير من الحالات أو أنه معظم الحالات بداية من حالة الرعية الإيطالي الذي قدم إلى الجزائر، ثم بعد ذلك الحالات التي تحولت إلى بؤرة في ولاية البليدة للرعية الجزائري وابنته القادمين من فرنسا، وتم انتقال العدوى منهما إلى العديد من المواطنين، ثم رعيتين جزائريتين قادمتين، الأولى من فرنسا والثانية من إسبانيا، حيث تم تسجيل هاتين الحالتين لترتفع الحصيلة إذن حسب بيان وزارة الصحة اليوم إلى 20 حالة. طبعا بيان مجلس الوزراء أيضا المنعقد تقرر تخصيص 3.7 ملايير دينار كنفقات مستعجلة لاقتناء مواد صيدلانية وكواشف وكاميرات حرارية لمواجهة فيروس كورونا. سوف نتحدث حول هذه الإجراءات ونجاعة هذه الإجراءات وتوقيت هذه الإجراءات التي أعلن عنها بيان مجلس الوزراء. طبعا الكورونا لا يزال يصنع الحدث، إذن ربما المواطن أو المصاب بمرض الكورونا بحالة الكورونا الذي فر من المستشفى بوفاريك في ولاية البليدة، طبعا اليوم تم الحديث أنه تم إعادته والحمد لله إلى الحجر الصحي في مستشفى بوفاريك بعدما تم العثور عليه في ولاية مستغانم. طبعا حسب مدير الصحة في ذات الولاية أي في مستغانم أنه هذا الشخص يعاني من اضطرابات نفسية وتم إعادته إلى المنطقة. طبعا اليوم أيضا تطورات في الحجر الصحي في بوفاريك، حيث تم نقلهم يعني المرضى الموجودين في الحجر الصحي إلى مقر آخر. طبعا جاء هذا بعد زيارة ميدانية لوزير الصحة إلى هذا المستشفى، وبالتالي تم تهيئة وحدات خاصة للحجر الصحي قصد التكفل بحالات مشتبه بها والحالات المؤكدة إصابتها في الكورونا حسب في كل المؤسسات الصحية عبر الوطن. طبعا هذا في إجراء أعلنه اليوم وزير الصحة. طبعا تتواصل تأثيرات الكورونا حول الجزائر، كان من المقرر أن يتم تنظيم صالون الجزائر الدولي للبيئة طبعا الذي كان مقرر افتتاحه غدا، تم إلغاؤه كإجراء احترازي طبعا هذا حسب المكلفة بالإعلام بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. طبعا في البويرة أيضا نفى وزير الصحة محمد العايف في تصريح للبلاد تسجيل حالات الإصابة بالكورونا، وقال أن الأمر لا يستدعي القلق، إذن الكورونا في حالات مؤكدة تعلنها وزارة الصحة، وفي إشاعات هنا وهناك أو اشتباهات هنا وهناك. طبعا من المهم جدا أن نتقرب من مديرية الصحة والمصادر الرسمية حتى تنفيها بصورة قاطعة. أيضا اليوم الكورونا ليست فقط على الأجساد بل على الاقتصاد، البترول يتهاوى وينخفض سعره باستمرار، طبعا أسعار تقهقرت إلى 45 دولار للبرميل، طبعا 45 دولار يعني 5 دولارات تحت السعر المرجعي الذي تعتمده الجزائر لوضع ميزانيتها والذي هو 50 دولارا للبرميل. هذا الأمر طبعا سيجعل حكومة عبد العزيز جراد في موقف
مقلق جدا. طبعا كان قانون المالية التكميلي منتظر لتسوية إلغاء الضريبة على الدخل، بات عليها الآن البحث عن مخارج مستعجلة من أزمة حقيقية جراء هذا الانخفاض. طبعا سنحاول أن نبحث في هذه الإجراءات التي تم إعلانها في مجلس الوزراء، وأيضا حول تأثيرات الكورونا اقتصاديا على الجزائر. طبعا أسعد اليوم بأن يكون معنا الدكتور فتحي بن أجنه، وهو طبيب مختص بالصحة العمومية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، وأهلا بالزملاء. أهلا. ويحضر معنا أيضا دكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. أهلا بك دكتور. أهلا، مساء الخير. أهلا. وأيضا معنا الأستاذ محفوظ كاوبي، الخبير الاقتصادي. مساء الخير لك أولي. أهلا. يعني بين الصحة والاقتصاد، صحة الصحة وصحة الاقتصاد، هذه الأمور. وكان الاقتصاد صحة، ليكونومي دو سانتي، كان هذا علمي يتكونوا الناس الأطباء فيها، ليكونومي دو سانتي، حصة الاقتصاد الصحي. صحي، نعم. ربما سي بن أشن، هو بيان مجلس الوزراء تم تخصيصه حول الكورونا، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ الكورونا أصبحت على طاولة الرئيس والوزراء، وتم استماع إلى عرض لوزير الصحة حول الإجراءات المتبعة عالميا والمتبعة هنا في الجزائر، وتم اتخاذ الإجراءات على أساسها. شوف أنا طبيب، ما عندي حتى علاقة مع مجلس الوزارة، لكن تتأثر. اسمح لي دوك نجاوبك، ماشي السؤال هذا زميلي مرابط، لأنه كان ارتباط. أرمع لك الكورونا أنا، تفضل. ماشي. شوف كاين نظام صحي دولي، لو ريغلومون سانيتير انترناسيونال، اللي امضات فيه الجزائر، وهذا النظام ملزومين كل الدول تاع العالم ملزومين يطبقوه منهجيه، مرحله ذا ومرحله هذه ومرحله هذه. انا نظن بان هذا القرارات تابعين للنظام الصحي الدولي اللي رانا ملزومين، يعني ماهيش حاجه الاخر. كل حاجة نهار اللي يكون وباء ولا تكون كارثة من الكوارث على المستوى الدولي، علاه؟ كارثة عندك انت في دارك راح تقيس الدار الأخرى، دونك هما منظمين روحهم على المستوى المنظمة الدولية للصحة، وحنا ينشاركوا في الندوات تاع المنظمة الدولية للصحة، كما الأخ دوك الاقتصاد كما في البترول وكاع، مش كل واحد يجي يغني وكذا، ملزومين بعض التصرف. هذه الآن مثلا أنا نتساءل، والله لا نتساءل، الوباء راه ينتشر في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كيف في تونس، في المغرب، في تونس، في المغرب، كيف ما زلنا باقيين يجيونا ناس من هذوك أماكن، ومن ذاك واحد يتسرب، مانيش فاهم كيف. هنا يرانا نستوردوا بعض الحالات. أنا نظن، وكان أنا عندي الآخر، أن نركز على هذه، خاتشي الكاميرا تاع الحرارة حقيقة وسيلة من الوسائل، ولكن ما لازمش نركزوا عليها. أولا مثلا إذا تلغى ملتقى دولي في الجزائر، الطاقة المتجددة، قال لك هذا المعرض مش راح يكون، الغاوه استاديري لايتي انيولي. والخبر هنا يا دكتور انه ضيف الشرف هو كوريا الجنوبيه، وكوريا الجنوبيه هي الثانيه بعد الصين حيث الانتشار. يعطيك صحه. والناس ما مش يتنقلوا الطائرات وكل شيء. اول حاجه اللي ملزومه في هذا الوضع، لكن دكتور بن أشن هو يقول لك البعض قرار غلق وايقاف الرحلات مع الصين كان قرار صعب، رغم انه الصين البؤره الاساسيه، صعب جدا انك تغلق الحدود في هذه الظروف العولمه اليوم. ما فهمتنيش السبب تاع انتشار الفيروسات الامراض في العالم، مش هذا الخطره، هذه معطيات طبيه تاع الاوبئه. السبب الرئيسي هو النقلات، يتنقل الفيروس بالطائرات، مش في الجزائر طبعا. حقيقه الغلق هذا احنا التاريخ، اسمح لي، نعم. التاريخ
الفأر كانوا رحلات بالسفينات هما كانوا ينقلوا الأمراض معدية. نعم. هو اللي جاب الفأر في أماكن اللي مخر، والفار هو اللي جاب. خلينا نشوفوا مع المدام، قلت له إنه السؤال ينبغي أن يطرح على دكتور إلياس مرابط. معليش دكتور إلياس مرابط، وش رأيك في هذا الاجتماع اليوم الرئيس تبون والوزراء واستماع لعرض من وزير الصحة حول يعني واقع هذا الفيروس وانتشاره عالميا وإجراءات الوقاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني شكرا لكم والزميلين كذلك اللي معنا. إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث، والحدث اليوم هو أنه نحسس حول الموضوع هذا، وموضوع مهم جدا بمخاطره، ودورنا احنا كمهنيين موجود لنا كطبيب، وأنه نتكلم على المرض، على أعراضه، كيف يتنقل، وشي اللي لازم نمتثلوا به كمواطنين كمهنيين باش يعني يبدو أنه فيه خلل بسيط في الصوت. معليش نروحوا للأستاذ كوبي وبعدين الحين نرجعوا ليك اليوم. فضل. أستاذ كوبي، عموما الكورونا واجتماع مجلس الوزراء يعني قرار مهم ومهم جدا، هل يعني هذا أنه أصبحنا فعلا نتفاعل مع مختلف هذه الأحداث؟ الحدث الطبي الطارئ الطبي اليوم فرض نفسه أن الحكومة هذه ينبغي لها أن تستنفر؟ ينبغي أن تستنفر، هذا أمر طبيعي للغاية. خليني أقول لك بأن احنا متوخرين كثير بالمقارنة بلدان أخرى. لما تكلم على الصين، ما جرى في الصين من أجل أخذ كل الاحتياطات الطبية، لكن ليس فقط طبية بل اقتصادية أيضا. بنقول لك باللي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت فيه استحالة استنفار من أجل دراسة أثر كورونا على الاقتصاد العالمي. لما نقول لك باللي في السيناريو لو بلوز اوبتيميست تتوقع باللي فيه تراجع للنمو الاقتصاد العالمي ب 0.5، باللي فيه تراجع للمبادلات التجارية في العالم ب 1%، وهذا أمر كبير وكبير جدا. إذن روسيا أيضا لما نشوف ما جرى البارحة وكيف انفجرت منظمة أوبيك بلس نتيجة لهزات ارتدادية لفيروس كورونا، البارحة لم يتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج ب 1.5 مليون، وشفنا كيفاش في ظرف بسيط جدا البترول فقد أكثر ب 15% من السعر تاعه. أكثر من ذلك، اليوم المملكة العربية السعودية أعلنت حرب تجارية على روسيا وعلى بقية البلدان بتخفيض سعرها في اتجاه آسيا بحوالي 3.10 دولار زيادة على السعر المنخفض أصلا، الأوروبا ب 3.5، الأوروبا بحوالي 10 دولار، وللبلطقة أمريكا ب 3.5 دولار للبرميل واحد. إذن من المرتقب، التخوف هو أكثر اليوم من أن نكون في احتمال كبير على نحن على مشارف. نعم. خلينا نرجع للدكتور مرابط، هل الصوت يعني راه مضبوط؟ تفضل دكتور. اليوم اجتماع حول الكورونا وقرارات حول الكورونا. انا اتمنى الجانب الاقتصادي. اتمنى ذلك. تفضل دكتور مرابط. انا قلت بالك راح الصوت، جينا نتكلموا على اجتماع مجلس الوزراء ولا راح الصوت؟ لا تفضل. الشيء اللي حبيت ناكد عليه من قبل، قلت انا احنا يعني الاولويه هي انه نقدموا الارشادات الطبيه والصحيه، ونفصل في المخطط الوقائي الصحي الوطني وعلاقاته كذلك بالخارج، لأنه ما ناش وحدنا، رانا في وضعية وبائية دولية عالمية. إذا كل دولة عندها التزامات يعني تجاه المجموعة الدولية، وبلادنا مع الأسف تسجل حالات منذ أسابيع، رانا في 20، نتكلم على 20 حالة. وما فيش شك أنه رانا في وضعية تصاعدية، المنحنى هو تصاعدي، وراح تتسجل حالات أخرى. أنا نقول هذا باش المواطن يفهم، كل ما تكون حالة مؤكدة حول الحالة، على الأقل كاين حالتين إلى 3 حالات أخرى ستظهر في المدة تاع الحجر نتاع الأسبوع إلى أسبوعين، وراح يكون فيه تسجيل حالات أخرى. يعني لازم توجدوا نفسيا باللي راح يكون حالات أخرى مسجلة. المليح شي المليح أنه تكون تتسجل الحالات في نفس المنطقة
في نفس المكان في نفس الجهه تكون محصوره ما تنتشرش. يعني كل ما نصيبوا علاقه بين الحالات كل ما الحاله راهي مسيطر عليها. ممتاز بالنسبه يعطيك الصحه. ومن بعد ان شاء الله نتمنى انه بسرعه نوصل الى المنحنى الافقي، هبي يقول تستقر الوضعيه كما راه اليوم موجود في الصين في بلدان اسيويه، وين الحالات يعني الوضعيه استقرت منذ ايام اسابيع، وهذا مؤشر ايجابي حبيبي يقول فيه يعني نتائج حسنه للكل. نعم حتى نبقى في بيان مجلس الوزراء يعني قضيه اجراءات الوقايه وحديثه حول تخصيص 3.7 مليار دينار لشراء اجهزه الكشف الطبي، ما هي اجهزه الكشف الطبي الموجوده حاليا يتساءل المواطن؟ اولا مليح نقولوا انه فيه مجلس وزراء يعني ماشي هذا الاول، ماهوش الاجتماع الاول يعني كان في لقاء اجتماع المجلس الاعلى للامن. يعطيك الصحه. وهذا مؤشر مليح ايجابي لانه حب يقول كاين فيه يعني مستوى وعي صحي سياسي على اعلى المستويات، انه الوضع يتطلب انه يكون فيه مخطط تشرف عليه مصالح رئاسه الجمهوريه ولا على الاقل الوزاره الاولى، لانه الحكومه كلها معنيه، لانه القطاعات مختلفه متداخله. رانا نتكلموا على الاقتصاد، رانا نتكلموا على النقل، لما نتكلم على ما يجب ان نفعله على مستوى الحدود، لما نتكلم على الجانب الامني، نتكلم على الاعلام والجانب يعني اللي من باب التحسيس ونوصلوا المعلومه، نتكلم على قطاع شباب ورياضه، شؤون دينيه، يعني كل واحد في المجال في المجال نتاعو. ما نتكلمش على قطاع الصحه، قطاع الصحه وباين راح يتكفل بالمرضى، يعمل على التشخيص، هو اللي يطبق البرنامج الوقائي ويعمل على انه يحترم، وثانيك يبين يعني للحكومه هذه ما هي الحاجيات وما هي المستلزمات وما هي يعني الشيء اللي لازم يتوفر باش نقوموا بالعمل تاعنا في احسن الظروف. هذا يخليني نولي للسؤال نتاعك، ما هي الحاجيات؟ هي حاجيات كل الدول. لما نتكلم على الحاجيات هي توفير ما يسمى بال يعني لسوليتي هيدرولكوليك. قبل ما نتكلم على ادوات التشخيص نتكلم على الامور العامه اللي يستحقها المواطن. هذه راجعه للتربيه الصحيه. التربيه الصحيه الوقائيه، دونك لازم نوفر لسوليتي هيدرولكوليك، يعني هذيك المحاليل الكحوليه اللي من خلالها ولا بواسطه يتم التعقيم. اليوم رانا لازم نتكلموا هكذا، ماهيش متوفره. لازم يعرف رئيس الحكومه، يعرف رئيس الجمهورية أنها ماهيش متوفرة لأسباب نجهلها. نتكلم على مثلا لي بافات، يعني لي بافات الكمامات الطبية كذلك ماهيش متوفرة. نعم ربما في قضية التشخيص ربما يعني تمييز الحالات المصابة عن غير المصابة. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال الأمر فيه جدل، لأنه نائب الرئيس الأمريكي قبل أيام شاهد المؤتمر الصحفي قال لك سوف تدخل المخابر الخاصة في غضون أيام، يعني الأمور ما زالت مفراتش، يعني باش نعرفوا التشخيص الواضح والكامل للكورونا ما زالت تختلط بأعراض أخرى. شوف شوف شوف، أولا هذه أنا كل خطر نقولها ونعاودوا، الفيروس هذا في وسط الشعب ما جاناش من المريخ ولا كاش وحش راهو جاي، هذا الفيروس موجود معنا طول الحياة. يعيطوا له ونعرفوه يعيطوا له فيروس تاع الزكام تاع فيروس ديريم، ولكن هذا الخطر وضعية خاصة. واش لازم نفهمه؟ نفهمه أولا باللي التصرف المشكل الكبير تاع الفيروسات هو التنقل. خصوصيات الفيروس اللي راه موجود عنده سرعة كبيرة في التنقل غير الشغل العادي، السرعة باه يتنقل. هذه ثانيا الدور، وهذا معروف، هذا ماهوش الاخر. احنا واش الدور تاعنا والتبليغ للمواطن هو نديروا له حاجز ما لازمش يتنقل، والحاجة اللي لازم باه ما يتنقلش هذه مش توصيات الا وفقت الجزائر. قبيله كنت نقول لك، كنت قلت لك باللي كاين نظام دولي وكلش منظمة الصحة العالمية، ايه حاجة بسيطة بالك بالك المواطن ما اكدنالوش، يقول له كيف هذا فيروس وفي الصين ورا في العالم وكلش، وهذا يقولنا خصلوا يديكم. ايه هذه توصيه من الناس اللي على المستوى الدولي يقول لك ركزوا عليها. انا الان واش راهو ياسني تأييس خفيف مش كبير، لان ماناش نديرو
الديسبوت ولا كش حاجه كي تقول اغسل يدك. كاين طريقه الغسل اليدين، لماذا ما نديروش سبوت صغير للمواطنين اثناء كره القدم يوري كيف يغسل يده؟ ثانيا هذا لا سوليوشن هيدرو الكوليك، الناس حاسبينها هي اللي توا. هذه سوليوشن لازم قبل ما تستعملها تغسل يدك، ومن بعد ما غسلت يدك تستعمل هذا لا سوليوشن هيدرو الكوليك. هذا النقطه هذه اللي لازم نبلغوها للمواطنين. الان لو سمحت نحب نجاوب الاخ تاع الاقتصاد، خاطري شفت الاقتصاديين راهم يمسحوا كلش في الكورونا فيروس على المستوى الدولي مش الاخر. انا ما نعرفش، ولكن الاقتصاد الدولي كان مدهور بسبب العولمه، مدهور لان بعض البلاد اللي ما يحترموش بلاد اخرى ودارين عليهم ضغط، وبالاخص البترول. انا ندهش كيف تقول صابوها تمك سباق لصقوا كلش في الكورونا فيروس. الامور مدهوره خارج الكورونا فيروس، كانت معروفين بان الاقتصاد الدولي راهو غير عادل. هذا هو اني سقسيها راح نسمعوا. ربما كان هناك ملاحظه طبيه من الدكتور مرابط، بعدين نروحوا للسيكاوبي. الاقتصاد راهو مرض كبير خصوصا في بلادنا. تفضل. نولي برك الحاجيات نتاعنا بالنسبه لهذا الوباء اللي رانا فيه. الشيء اللي نحتاجوه يحتاجوه كل الدول، الكمامات، وراح يكون فيه ضغط لانه كل الدول تحتاجها. الدول اللي تصنع وراهي تقول بلي عندي مشكل على مستوى الخزن، يعني المخازن، يعني الكميات. والدول اللي لا تصنع تستورد راح تلقى كذلك ضغط، لانه كل دول العالم شاهدت ربما قبل ايام في الاعلام الفرنسي انه يتحدثوا حول انه عندهم مصانع للكمامات والادوات الطبيه موجوده في الصين. قال لك لازم هناك يعني مشروع استعجالي باش يعاودوا يوطنوها في فرنسا. اقتصاد هاو خطأ. نعم سي كوبي، حنايا واش حنا ما نخدموش اصلا. لا شوف، علاش كورونا كان عندها هزه كبيره من ناحيه الاقتصاد؟ لانها اصابت الصين، والصين هي الورشه الكبيره للعالم. الان لما نحكيوا على مودياليزاسيون، اكبر الورشات حتى الماركات العالميه اغلبها نقولوا 60-65% موجوده، مصانع الانتاج موجوده في بلد كبير، مصنع كبير اللي يسميوه الصين. الان من يكون هذا المصنع يصاب بالمشاكل يفو لو متر اون كارونتين، لازم ديروه في الحجر الصحي العدل. شوف لي ريبيركوسيون لما نتكلم على تاثير هذا العدل، لما نتكلم على النقل، لما نتكلم على لابروفيزيونمون التموين، كل هذا لما نتكلم على السياحه. معلش سي كوبي، نروح الفاصل قصير باش نعطيكم المجال، لانه هذا مهم ومهم جدا، ونتحدث على باقي الاجراءات خصوصا تلك التي تم الحديث عنها. ونتحدث خصوصا انه ربما فيه تقارير لمنظمه الصحه العالميه تقول انه تتضاعف حالات الاصابه كل 19 يوما. واذا كملنا هكذا ورايحين نروحوا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مجددا مشاهدينا الكرام، استوديو الجزائر مستمر معكم. طبعا الكورونا وبيان مجلس الوزراء طبعا الذي انعقد اليوم برئاسه رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. طبعا كانت الكورونا احد المحاور الاساسيه في هذا الاجتماع، وجاءت فيه جمله من التوصيات اهمها تشديد اجراءات الكشف حول الكورونا خصوصا في المنافذ البحريه والجويه للجزائر طبعا، وايضا تخصيص مبلغ 3.7 مليار دينار من أجل شراء أجهزة الكشف عن الكورونا وأيضا الأجهزة المرتبطة بالوقاية من هذا الفيروس. طبعا أعيد الترحيب بضيوف الكرام، أستاذ محفوظ كوبي خبير الاقتصاد، أهلا بك أستاذ مرة أخرى. الدكتور فتحي بن ناشن هو الطبيب المهتم بالصحة العمومية، أهلا بك دكتور. وأيضا الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. طبعا دكتور الياس مرابط، ماذا تعلمنا قضية الكورونا إذا كان كدرس ينبغي لنا أن نقرأه جيدا وأن نتفحصه جيدا لنحصل على الدروس؟ وش تعلمتنا؟ وش كشفت لنا من نقائص حتى الآن؟ أنا أتمنى أنه يكون درس أولا نستخلص منه ما ينفعنا. علاش أن يقول هكذا؟ لأنه بكل أسف قلت من قبل، كنا عشنا في مقبل 2003-2004، خاصة 2009-2010
كان فيه ما يسمى هذيك الموجة تاع الانفلونزا، وكانت حالة عدوى عالمية كذلك. ونفس نفس البرنامج المخطط اللي ازدار هذاك الوقت هو نفسه اليوم. لكن دكتور مرابط لما تقول لي هكذا وكأنه الجزائر مثلا هي البلد الوحيد تلقى الصدمة، نشوف الإعلام العالمي جميعه مصدوم. في فرنسا مثلا وصلت حتى للجمعية الوطنية يعني البرلمان الفرنسي في حالات، دول أخرى فيهم حالات كثيرة. اليوم رئيس أركان الجيش الإيطالي أصيب بالكورونا وعطى المهمة لإنتاج هذا يعني عبد هذا عبد رئيس الأركان عبد يندم الفيروس ما يجيكش، فما أدراك بالمواطن البسيط يعني كاين حالات تصرى. أولا أنا أنا متعصب لبلدي، متعصب للشعب اللي أعيش معه. أنا ما يهمنيش، أنا احنا ملتزمين مع المجموعة الدولية لأنه نفس الإجراءات تتاخذ في بلادنا، لأنه لازم عمل جماعي باش نقضي على هذا هذا الوباء هذا، لأنه وباء دولي. ولكن في بلادنا أنا متعصب لما يجري في بلدي، وماذا بيا نكونوا في أعلى مستويات التأهب ويكون المخطط ناجع ونوفروا له كل الوسائل نتاعو. الوسائل ماهيش الوسائل المادية برك، هي لازم تكون موجودة. الوسائل الأولى هي الوسائل التحسيسية، هي وسائل تكون فيها ثقافة يعني نتاع توعية صحية عالية جدا، تبدأ في المدرسة، تبدأ في الروضة، تكون في الجامعة، تكون في دور الشباب، تكون عن طريق وسائل الإعلام في كل مكان، في المساجد، تكون في المساجد، تكون في نشاط يعني نتاع الجمعيات. حتى الآن ربما أنا تلقيت بمجموعة من التلاميذ، دائما نحب نسقسيهم على الأحداث، نقول لهم مش الكورونا لكن ما زال ما هضروناش عليهم في المدرسة. يعطيك صحة. دوك المستوى الأول في المساجد نتمنى إن شاء الله أن وزارة كاينين، لكن سجعة كاينين، لكن نحن نريد خطبة وطنية مثلا ترسل خطبة الجمعة إلى جميع المساجد، ومستعدين ومستعدين الأطباء باش يشاركوا، طبيبات كذلك باش يشاركوا في سواء في المساجد كاين يعني أماكن خاصة وين يكونوا الطبيبات يقدروا يتناولوه مع المصليات ولا مع المرشدات الدينية. كاينة هذه أنا نشهد بأن يقدروا يشاركوا في جمعيات. احنا نقولوا باللي يعني جاهزين وني ديسبونيبل، ما نقدروش نفرضوا احنا على الناس، ولكن نتمنى أن الجمعيات موجودة بالآلاف في كل تراب الوطني يعني تحول تمحور شوية النشاط تاعها وتحولوا إلى هذا القضية في الميدان، قضية وطنية نرفع من مستوى الحس المدني ونرقي الحس الصحي هذا على يعني مستوى الثقافة الصحية في مجال هذا الكورونا وفي مجالات أخرى، الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الأمراض اللي متعلقة بسوء التغذية ولا ماشي سوء التغذية يعني الغذاء الغير متزن كما كان يتكلم على البدانة مقبلة على السمنة الأوبيزيتي، نتكلم على المشاكل المتعلقة بالتدخين وشي اللي يجي بعدها، نتكلم على الاستيبيفيون، هذه كلها أمور تعنينا. والثقافة الصحية هذه ما إيش أمر متعلق برك، الدولة لازم تشرف، لازم يكون عندها برامج، لازم توفر أدوات، لازم توفر ميزانيات، لازم يكون عندها عندها سياسات منتهجة، لأنه في آخر المطاف المجموعة الكل راح تربح لما نقلل من المشاكل الصحية داخل المجتمع ويكون عندنا استشراف على هذا الوقاية. ربما أول حديث عن الكورونا ربما دكتور بن أشنو، نحن في الإعلام بين المطرقة والسندان، بين أنه عندنا حدث وعندنا يعني معطيات حول الكورونا ينبغي أن ننقلها للمواطن من جهة، ومن جهة أخرى أحيانا تتلقى مواطن في الشرق ولا غيرك متزيدوا عليها كورونا كورونا كورونا، صدعتونا بالكورونا. هذه يعطيك الصحة، هذه مرتبطة بالإعلام والتربية الصحية للمواطن، فهموا علاه رانا دايرين بالمفهوم العام على رانا دايرين قلال على الكورونا، يزم تفهموا ماشي إسناء يا ودي في كاش بلاطو يرهب الناس قاعدين وكلش. نعطيك حاجة، النظافة وثم النظافة هي للآن على المستوى الدولي كيفاه نكافحوا هذا الكورونا على المستوى الدولي. يا محمد سيدي رانا قابلين المواطنين فرض بفرض في الأحياء في الآخر ما عندناش نفايات، راهي مفرشة، كيف تقبل للآن 100 متر ولا 500 متر على مسجد كاين النفايات وانا نجوز داير الريحة وكلش؟ لازم تربي وتفهم بأن نعطيك حاجة، الفأر من أخطر اللي نقل الأمراض القديمة والخطيرة
هو الطاعون لا بيست. عندنا الفأر هنايا ما لازمش نقولوا الدولة، لازم نقولوا بأن احنا كأفراد كيف نقبل تحت الطاقة. والخير مازال قدام. نعطيك حاجة، هذا الفيروسات، بعض من الفيروسات يستعملوا الناموس باه يتنقلوا. واحدة. اثنين، المختصين على المستوى الدولي، خاطر كاين علم خاص بالفيروسات لا فيرولوجي، راهم يقولوا هذه مقدمه ماشي غير هذا الخطره، اخطر تهديد للبشريه هما لي فيروس. يجيبوا حتى السرطان هما لي فيروس. او جاي الصيف، لماذا ما نبداوش تحسيس المواطنين حول الناموس وين يترعرع، واش الخطورة تاعو، واش ولا كي يجي الناموس النمر نبداو نديرو القلال ناموس النمر وكذا. نعم. ولف الناس، ولف بلغ لهم واهضر لهم. نعم، هي اقتصاديا ربما أزمة الكورونا فيها أزمة الاقتصاد كما تحدثنا أستاذ كاوبي منذ بداية الحصة. الآن ربما يطرح السؤال، هل الإجراءات مثلا اللي وصفت بأنها شعبية، حتى نقول شعبوية يعني قريبة الفئات الشعبية، الحكومة مثل قضية إلغاء الضريبة على الدخل باتت مهددة حاليا، ربما يمكن إعادة النظر فيها؟ تقول لك الحكومة هذه أنا قررت هذا القرار لما كانت الأمور البترول فوق 50 والأمور ماشية، الآن جاني كورونا والسعر راهو 45 وما على بالناش وراح يزيد تستمر الأمور ظل هذا الانكماش الاقتصادي العالمي التي تسببت بالكورونا، يمكن الحكومة تتراجع سياستها؟ تراجع لا أظن، ولكن ستكون في وضعية جد حرجة من أجل إيجاد توازنات. إذن من أين ستأتي بالأموال؟ هل ستذهب إلى طباعة الأموال بعدما التزمت بأنها لن تذهب إلى التمويل غير التقليدي؟ عجز الموازنة العمومية راه في 1700 مليار دينار جزائري، اعتمادا على حوالي نقول لك 55 دولار للبرميل الواحد كعائدات. إذن راح تكون في اختبار جد وجد صعب، وهامش المناورة راح يتقلص بصفة كبيرة جدا، خاصة إذا خذينا بعين الاعتبار التنبؤات كسوة الـ FMI ولا لابنك مونديال ولا لو سي دي، كل هذه المنظمات العالمية الكبيرة اللي عندها ثقل وعندها سيريو في تنبؤاتها تقول لك بأن الأزمة الآثار الاقتصادية لكورونا ستذهب على الأقل حتى لديسمبر 2020، بمعنى أن أسعار البترول في أحسن الأحوال ما راح تبقى في حدود 40 دولار 42 دولار، بمعنى أننا مداخلنا تقل، مصاعبنا من ناحية الموازنة العمومية تزيد كما كنت تحكي، في ظل منطق ديبونسي صرف متواصل، لأن إنفاق متواصل. احنا رانا في حالة كما هذاك المدمن على الكحول، أدمننا على الصرف هذه 10 سنين، إنسان يكون عنده مداخل ما يشوفش واش يصرف وما يشوف مردودية تاعو، ما عندوش الفورني كما نقولوا فورني فورني فورني، والناس فاني الأطفال هذاك اللي هو الشعب والف والف ما يحسبش والف ما يخممش والف ما كذا. إذن الآن إيجاد التوازن ما بين طبيعة صرف وطبيعة استهلاك نظن بأن هذا هو التحدي. سنين العجاف أو الشهور العجاف الحقيقية هي آتية وليست ماضية. شوف ها ها نظرا نظرا اسمح لي الله يحفظك اسمح لي ماليش نخوف سيس أنا خفت نظرا للمعلومات اللي جاوا مسبقا لازم نهيئوا روحتنا في اتجاه المواطنين كيف راح يسيروا في رمضان كما الرمضانات الأخرى. إن شاء الله نعود نوليو الجانب الروحي تاع رمضان ونقصوا الخبز ونرميوه وكلش. ثانياً راهو جاي الصيف لازم نتعلموا كيف نسيروا الآخر. ثالثاً راهي الدخلة المدرسية والعيد وكلش لازم نسيروا 20 ثانية تفضل. شو نقول لك التخويف؟ مش التخويف، نقول لك التسيير، أنك تحسب الصعيب تتمنى الأحسن. هذه 5 سنين اللي كانوا متولين المسؤولية كانوا يقولنا باللي ما تخافوش وهادو أوهام وكذا، حاوليك واش كاين لا غياليتي ايكونوميك الواقع. صحيح صحيح صحيح. دائما نجد آخر كلمة. أنا هذا الشيء اللي حبيت نشير ليه، رغم أنه احنا الموضوع هو يعني طبي صحي بالكياز، لكن مرتبط ولكن مرتبط بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالسياسات ومرتبط بال أنا ما نقول ماشي 5 سنين، تقريبا 20 سنة وإحنا في هذه هي سياسات عرجاء
نظام العصابات اللي اليوم يعني وصل بلادنا الى الى مستويات متأزمة في كل القطاعات مع الأسف. لأننا نتكلم على اقتصاد ما قدرش يخرج من التبعية نتاعو المحروقات، رغم ان نتكلم على منظومة صحية مريضة منذ سنوات يعني عايشة أزمات متتالية، ونتكلم كذلك على واقع مجتمعي متأزم. وش راح نقولوا؟ نقولوا اليوم وحنا في هذا الوضعية الوبائية يعني كاين إجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن تحترم احنا كمواطنين. حتى نختم ربما دكتور، اليوم مجلس الوزراء وفيه بيان وفيه إجراءات وفيه تشديدات، ربما لسنا الوحيدين في هذا المجال. شفنا الرئيس الفرنسي كيف يتنقل، شفنا الرئيس الأمريكي كيف يتنقل إلى CDC يعني مقر الفيدرالي الصحة الأمريكية، شهدنا كثير من زعماء العالم وهم في الصف الأول، يعني مدام القضية صحية واقتصادية وربما حتى سياسية. ما المطلوب أكثر؟ هذا دورهم وواجبهم اتجاه شعوبهم، هذه ما هيش مزية، واجبهم. رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا الحكومة موجودة باش تخدم الشعب، دونك هذه بلا مزيتهم انا نقول دوسات مانيير. مهمة تاعهم هذه سبحان الله، الا كان تولي من على الشعب تسمى كارثة. انا الشيء اللي حبيت ناكد عليه، احنا نركزوا على الجانب الوقائي. درك الوضع اللي رانا فيه موجود، ما عادش نغيروا فيه. الاقتصاد رانا نعرفوه من الاول متأزم، المنظومة الصحية تاعنا بمشاكلها، قطاعات كثيرة يعني. اليوم نخلو هذا جانبا، نتكلموا على الشيء المستعجل. الشيء المستعجل هو انه فيه وباء دولي راه منتشر مفتعل مؤثر في الفيروس مخترع الاخر، ما يهمش. المشكل انه احنا معنيين بالوقايه، معنيين بالتكفل بالحالات المسجله، ومعنيين انه نوفر كل ما يجب ان نوفره باش ان شاء الله ما يتفشاش ما ينتشرش الوباء هذا في بلادنا، ونتكفل باحسن الظروف واحسن الامكانيات بالمواطنين. نعم طبعا. ربما دكتور في عندي سؤال فقط مهم، هو انه الكثير من الدول بدات تدير اجراءات الحجر الصحي يعني بصوره مباشره، تجي من دوله مثل فرنسا، مثل ايطاليا فيها الكورونا، مثل اسبانيا، الصين والاخرين ما نحكيوش، هذوك اصلا ديجا مفروض انه الرحلات قد توقفت. يعني الحجر الصحي الوقائي مجبر، يعني مثلا تروح اليوم إلى أي دولة مثل الإمارات العربية المتحدة دولة أخرى يفرضوا عليك الحجر الصحي، تريح 14 يوم في مكان وبعدين تروح وين تحب. هذا هو الشيء اللي ربما يطلبوا البعض، خصوصا أن الحالات الجديدة، المغترب وابنته في البليدة، الإيطالي خلينا لك الحالة الأولى اللي جاءت الأولى، بعدين اليوم الحالات جاية من الخارج من فرنسا ومن إسبانيا. شوف النظام الصحي الجولي الدولي لو ريغلومون سانيتير مونديال الدرس من قبل، عنده وثائق يقول لك واش دير، تطبق هذا. اليوم هل وصلنا لهذه المرحله اللي يجي من الخارج نفرض عليه حجر صحي؟ انا الان مانيش مع المسيرين بنقول لك الوضع، هما عندهم معلومات. انا كاني نهضر لك هكذايا في الطب، في التكوين، في العقلاني، واش لازمك الدين اللي ما يكون عندك وباء. الوباء هذية علم الوباء ماشي بسبب هذية، نظرا للأوبئة اللي صراو في التاريخ لاغريب إسبانيول وكلش، استخلصت الكوميونوتي انترناسيونال، استخلصت كوندويت اتونير، واش لازمك الدين؟ لازم تحترم، فهمتني؟ هذه واحدة. كي تقول لي قلت لي إمارات ولا مانيش عارف، ملزومين يطبقوا هذا النظام الصحي الدولي، هذه واحدة. احنا نحبوا نركزوا كما قال الزميل مرابط، نحبوا نركزوا كاين استعجالية راهو ينتشر وعندنا علاقات وكلش، لازمنا نواجهه، نعرفوا كيف نواجهه، عندنا لا كوندويت اتونير، واش لازمنا نديرو، هذه واحده. وثانيا اللي ركزوا عليها، المواطن لازم هو وجمعيه تاع مواطنين اللي سكنوا في مكان، لازم هما عندهم دور ثاني. الحس المدني مهم، الحس المدني مهم في النظافه. نعاود نولي نقولوا في العالم كله، تتبقى على العالم كله ماشي غير على الجزائريين، النظافه والنظافه. نعاود نقول بعض الناس يقول لك كيف هذا الامر كبير ويقولنا غير اغسلوا يديكم، ايه هذه هي التوصيه للدول كلها، واحده. ثانيا لازم احنا نشاركوا كمواطنين في هذا، ونستخلصوا، والسؤال تاعك انني موافقه، نستخلصوا من هذه المراحل
والزميل مرابط تهضر كل خطرة يجينا ضربة وكل خطرة الآن أنا الأوان نظام صحي وقائي تربوي. اختصار فقط دكتور مرابط قبل ما نروح للأستاذ كوبي، المطلوب اقتصاديا قبل فضل المطلوب اقتصاديا لا لا رحنا هذا سؤال السي كوبي أنت عندك حسيت أنك عندك تعليق ربما على الدكتور بن أشنو. لا الشيء اللي قالوه برك انا حبيت نذكر باللي يشوف البلدان الاوروبيه رغم انه شوف في ايطاليا ونوصلوا يعني لمستوى الحالات المسجله وعدد الوفيات في فرنسا 16 مليون في الحجر الصحي في ايطاليا سويسرا المانيا، ولكن لحد الان هذه البلدان داخل الاتحاد الاوروبي ما اخذتش قرار انها تمنع تنقل الاشخاص، ما اخذتش قرار انها تجبر من يدخل البلاد. كاين غير مارين لوبان قالت لهم غلقوا الحدود، اليمين المتطرف لاسباب سياسيه يعني. نتكلموا على القرارات والاجراءات المتخذه، لحد الان ما وصلوش لهذا المستوى، احنا ما راناش في المستوى هذا صراحه. ولكن بالنسبه للمواطنين اللي يجيو اجانب خاصه ولا مواطنين جزائريين اللي يجيو من بلدان عايشه فيها بؤر تاع الاخر منا، ماشي ناخذوا الاحترازات اللازمه باش يكونوا في حجر صحي ونديروا التحاليل نتاعنا، الا كان ظهر باللي الانسان ماهوش حامل الفيروس يعني اللي نيجاتيف مع مرور الوقت يزيد نسبه التقبل ولكن باش نعممها ما كان حتى دوله قدرات يعني دير هذا الاجراء. المطلوب اقتصاديا معليش يا سيدي، الحلول الان واش لازم تديروا الجميع الحكومه واش لازم لها تدير؟ الى الاصلاحات الحقيقيه وان لا نؤجلها رغم ما معليش في فتره الكورونا نخفوا الاضرار يا سيدي. كاش مهدئات؟ شوف مهدئات شوف نعطيك ليتا دو نوتر ايكونومي، انا في حاله سرطان وما نخوفوش بعضنا بها، ونعرفوا باللي الكيميائي ولا لا راديوثيرابي مؤلمه جدا ولكن ضروريه، كل ما بديتها قبل وكل ما بديتها وانت اصح كل ما عندك لي شونس باش تلقى العلاج. اذا تاخيرها عدم الذهاب الى تعبئه الشعب، لان نحتاج الى تعبئه باش كنا نواجه هذه الامور. اذا المواصله في التهدئه والمسكنات رايح نندم على كل الظروف اللي هي احسن اليوم واللي هي تقل كل يوم اذا تاخرنا اكثر فاكثر. اذا لا للتعطيل، نعم للجراه، نعم للالم، ونعم للخروج من النفق المظلم في أقرب قدر ممكن جميعنا بالتعبئة الشعبية، ولكن بالامتياز والعقلنة والحلول الحقيقية والكفاءة وليس بالحلول الترقيعية. صحيح، شكرا جزيلا الشكر ضيوف الكرام دكتور فتحي بن أشنو، شكرا جزيلا. وشو يقول بالطب يقول لك تريتمون سيمبتوماتيك، عنده الحمى طيلو باراسيتامول، عنده الاخر لازم تشخص على عنده الحمى. اليوم درنا مزيج بين الطب والاقتصاد، الاقتصاد والطب شكرا والسياسه السياسه شر لا بد منه. شكرا جزيلا الشكر الدكتور الياس مرابط رئيس النقابه الوطنيه لممارسي الصحه العموميه، للاستاذ محفوظ كاوبي الخبير الاقتصادي، وللدكتور فتحي بن أشنو هو الطبيب المهتم بالصحه العموميه. شكرا جزيلا الشكر ضيوف الكرام، كما أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة في حلقة اليوم. اصبحونا على خير، ألقاكم غدا بحول الله، سلام الله عليكم.